للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين العليان، بداية مرحبا بكم. الرئاسات الثلاث أعلنت فتح تحقيق لما وصفته بمحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين. كيف تنظر هذه اللجنة ومدى شفافيتها؟ الحقيقة إذا هي إطلاق النار يحتاج كل هذا الوقت لتحديد من أطلق النار، فهناك أزمة حقيقية في الأمن في البلد. يعني هناك شرطة في الشارع أطلقت عليها النار ومن أماكن محددة ذكرها المتظاهرون. ألم يلقى القبض على واحد من مطلقي النار؟ ألم يقتل أي واحد من مطلقي النار؟ ماذا كانت تفعل القوى الأمنية في الشارع حتى أتيح قتل هذا العدد وجرح هذا العدد الكبير؟ إذا كانت القوات الأمنية في الشارع مستهدفة ولم تتعرض للمتظاهرين. المتظاهرون كانوا متظاهرين سلميين ولا زالوا هم متظاهرون أو متظاهرين سلميين، لم يحملوا السلاح ولم يطلقوا النار على أحد. نعم، ما هذا مفهوم. يعني هذا مفهوم ونقلة كل شاشات التلفاز في العالم. لكن المسألة يعني كيف القوى الأمنية لم تستطيع إلقاء القبض على مثيري الشغب، مطلقي النار، من أطلق النار على القوى الأمنية وأطلق النار على المتظاهرين؟ يعني هل يعقل بعد ما انتهت بأسبوعين ولا بعشرة أيام أو أكثر تشكل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق؟ نعم. يعني أين دور الأجهزة؟ أين دور الأجهزة الأمنية؟ كيف يكون كشف الحقيقة؟ كيف يكون الحشد حكما وهو أيضا مشارك وقام بعمليات القتل ضد المتظاهرين بحسب حتى الأدلة والفيديوهات التي أثبتت ذلك؟ يعني كيف يكون الحشد أيضا ضمن هذه اللجان التي ستشكل للكشف عن من تسبب بقتل وجرح الآلاف؟ يعني أولا أي طرف في لجنة التحقيق بده يكون لازم يكون طرف محايد خارج إطار الطرفين، يعني ولا يمثل المتظاهرين ولا يمثل الحكومة حتى تستطيع أن تصل إلى يعني نتائج حقيقية وتحقيق محايد. عندما تكون الدولة وأجهزتها طرف بالتأكيد لن تصل إلى نتيجة في هذا الموضوع. يعني كان الأجدر بالحكومة أن تشكلها من شخصيات عامة، من رجال يعني قانون، من رجالات في البلد. على ذكر القانون، على ذكر القانون كثر. نعم أستاذ كثر. أستاذ حسين، بالحديث عن موضوع القضاء العراقي، إلى أي مدى ترى أن الشارع العراقي ربما وحتى المجتمع الدولي يثق بالقضاء العراقي، في حين يرى أن أو يرى محللون أن القضاء العراقي قضاء مسيس؟ يعني هو شوف، يعني أنت لما تفقد إرادتك السياسية كوطن وكدولة بالتأكيد لا عتب على أعلى قضاء ولا غير قضاء. يعني السلطة التنفيذية وما فوق السلطة التنفيذية من إرادات وأجندات بالتأكيد هي ستستبيح كل شيء في البلد. أنا تحدثت، أنا بشكل لجنة من قضاء عراقيين نزيهين خارج السلطة وداخل السلطة. أنت تحتاج لتشكيلها من شخصيات عامة، شيوخ، عشائر، رجال، ثقات. يعني لم يخلو العراق من هكذا رجال، لكن وتحت رقابة الإعلام وبهذا تستطيع أن تصل إلى نتائج. بس أنا دلني على لجنة تحقيق خلصت إلى نتائج حقيقية أعلنت للناس كم جريمة ارتكبت في هذا العراق على مدار 17 عام، ولا لجنة تحقيق استطاعت أن تصل إلى الحقيقة وتنشرها به كما يعني هو مثبت أستاذ حسين. وستطوى هذه الملف بنفس الطريقة. شكل لجنة تحقيق. الآن كل الاعتقاد في بلداننا عندما تريد أن تميت شغلة شكل لها لجنة تحقيق. شكل لها اللجنة. نعم. المراكز الحقوقية في العراق، شهود عيان أيضا أكدوا أن القيادات الأمنية هي من أعطت الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. يعني حتى أن القناصة الموجودين أو الموجودون في قمم البنايات الشاهقة هم كانوا بغطاء وإسناد من القوات الأمنية على الأرض. أستاذ حسين، كيف يمكن
أن تضم اللجنة المسؤولة عن التحقيق في قتل المتظاهرين عناصر هم من قوات الأمن والميليشيات؟ يعني السؤال هنا، يعني هذه اللجان إلى أي مدى يمكن أن تخضع إلى معايير دولية من قبل المجتمع الدولي، أم أن الأمر يعني مسكوت عنه؟ يعني المجتمع الدولي ثبت أنه في العراق قلوبي، ليس هناك شيء اسمه المجتمع الدولي في العراق، وبشكل عام في قضايا الشعوب المجتمع الدولي هو الغرب ومصالحه، المجتمع الدولي هو الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها، بخلاف ذلك كله يعني عبارة عن ضحك على الذقون. يعني أثبتت الأحداث أن ليس هناك مجتمعا دوليا، هي تسمية للأقوياء لتمرير مصالحهم، ليس إلا المتظاهرون. أما أن تشترك القوى الأمنية في التحقيق فهذا هو الغير ممكن. يعني أنت تحتاج، قد تستجوب القوى الأمنية، أنت يعني لما يكون عندك لجان ذات صلاحيات ولجان محايدة تمثل الدولة كدولة، تمثل المجتمع، تمثل الحق العام، أنت تستطيع أن تستجيب أي مسؤول بالدولة، تستجوب أي مسؤول بالدولة. لكن إذا كانوا هم المسؤولين هم اللجنة، من سيستجوب من؟ يعني هذا حديث. أستاذ حسين، هناك استعدادات مضي على الوقت، هناك استعدادات، يعني المتظاهرون يستعدون للموجة الثانية من انتفاضة تشرين في 25 من الشهر الحالي. الكثير من المراقبين والمحللين يتوقعون هبة جديدة، يتوقعون أن تكون هذه الموجة وهذه التظاهرات أكبر من سابقاتها في الأول من تشرين. ما هي توقعاتك لهذه الاستعدادات؟ كيف ستكون من وجهة نظرك؟ والله هو طالما أن الدولة تتعامل مع المظاهرات بأساليبها القمعية القديمة المتجددة، وطالما لا تصغي لصوت العقل وصوت الناس بالتأكيد، ولا تعالج القضايا، وأنا لدي قناعة راسخة أن الدولة عاجزة عن أن تعالج قضايا الناس ومطالب المتظاهرين لأكثر من سبب ولأسباب يطول شرحها، لأن النظام السياسي في المحصلة النهائية هو نظام توافقي عقيم لا يصلح لأن يعالج قضايا استراتيجية في البلد، وبالتالي ستبقى المظاهرات، مبررات المظاهرات وأسبابها قائمة في البلد، وسنعاني طويلا. يعني الموضوع لن يحسم قريبا، ولن تستطيع الدولة لا معالجة المشكلات ولا معالجة قضايا التظاهرات. نشكرك شكرا جزيلا، من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، شكرا جزيلا لك.